يا ابن المدهولة، الله يخرب بيت أمك كل اللي فقدت أملك يا ولا. الله يخرب بيت أهلك، مش عارف تشيل شوال، في سجاير ومناديل كتخيبة، عامل لي راجل بروح أهلك. استنى استنى عنك. ايه ده؟ شايل ازاي كل ده لوحدك؟ اعوذ بالله. وانا جاي احسدك، ده انا جاي اساعدك. عملت اللي عليك وزياده، ما نعطلكش بقى. هنصرف البضاعة ازاي؟ داني لازم نسد تمنها على العيشة. الله يخرب بيت فقرك. هو الموتور فيه مشكلة ولا حاجة؟ ده ايه النصاحة دي؟ لا ما فيهوش مشكلة، احنا واقفين نتدلع على ام المركب. ما تمسحي عرقك بقى وتهدي علينا شوية. وانت مالك ومال عرقي يابا؟ هو انا كنت اشتكيت لك؟ بقول لك ايه؟ لو عايزة تشغلي الموتور اهبطي لنا كده شوية. معاكي شنطة عدة؟ يا عم الله يسهل لك، مش ناقصة فاتي وحياة ابوك. أنا غلطان. استنى يا استاذ، بقول لك ايه، ما تخليه يبص عليه يمكن يعرف يعمل له ايه. عني يعمل له ايه؟ ده لابس لي قميص وبنطلون. ها يعمل له ايه؟ اهي سلبطه والسلام، افهم. على فكره انا سامعك من عندي. ها ما قلنا بقى اهبطي بلسانك. بقول لك ايه، اسمه ايه المخلوق ده اللي انت هريتي قفه امه من الصبح؟ محسوبك عليه. معاك شنطه عد علي؟ معايا يا باشا. فين المفتاح؟ متشكرين يا هندسة. بالسامع. متشكرين يا هندسة. سمعت خلاص من أول مرة، بتزعل ليه؟ أنا قلت ليش يا باشا اسمك إيه؟ اسم محمود. تسلم العيادة أبو حنفي. الله يخليك علي. على فكره في عيل رمه كده جه من شويه نط في المركب، وهو شكله اللي فكلك سلكتين الباور، وبعدين نط في مركب وطلعوا كده. الولد سويركي ابن الورمه. لا مؤاخذه. لا لا مؤاخذه ليه، بس هو فعلا كان باين عليه ابن ورمه كده. طب انا هدعي له يعني ولا ايه؟ لا وحياه امه، نخلص النقله دي ولينا كلام بعدين. هو مش هيرتاح الا لما نبيع له المركب بالموتور. انا لو منك ابيع، هو الخسران. هو ده موتور ده خرده. ما خلاص بقى يا سيدنا، متشكرين يعني، محدش طلب رايك في الحته دي. حقك عليا، انا غلطان. انت اصلك ما تعرفيش المواتير بتعمل ايه في الناس. والله انا ما اقصدكيش، ما تبصليش كده. انا افتكرت الموتور سايلر كنت اعرفه. السلام عليكم. السلام عليكم. السكه طيب، عايزين نعدي. ما هي واسعه. ما انا عارف.
صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. طبعا لسه سهرانة لغاية دلوقتي. انت شايف ايه؟ دي السيجارة الكام بقى ان شاء الله؟ ما عديتهمش والله. وبعدين تفرق معاك في ايه السيجارة الكام؟ يا ريت تخلي بالك على نفسك انت بس. صحتك مهمة. انت بتكلميني كده ليه؟ الله وانا بتكلم غلط. انا بنصحك. خايفة عليك يعني. مش احنا اخوات ولا ايه؟ كل ده علشان الواد الحقير اللي ضحك عليكي؟ يا بنتي افهمي، العيال اللي زي دي عيال وصوليه، هيفضل سارح بيكي بشعارات وصور جيفارا وكفاح الطبقه العامله، وفي الاخر كل ده نصب في نصب. يا دي فيلم فوزيه البرجوازيه اللي شكل وعيك السياسي ده. يا اخي انا مش فاهمه، مش فاهمه انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ لا انت ضابط بوليس ولا انت وكيل وزاره مضطر تطاطي للنظام عشان يرقيك، لا انت استاذ جامعه. استاذ جامعه يعني لازم تفضل مستقل عشان تحترم نفسك والطلبه بتوعك يحترموك. ومين اللي قالك ان الطلبه بتوعي ما يحترمونيش؟ اذا كنت انا اختك ما بحترمكش. عشان انت قلت الادب ما تربيتيش. ظروف بقى. ابويا وامي ماتوا بدري، فاخويا ما عرفش يربيني لانه كان مسافر في بعثه. برضو انت ليه مصره تلوميني على اللي حصل؟ هو يعني كان ذنبي؟ ده قدر ربنا. ليه؟ ليه مش عايزه تسامحيني ان انا ما رجعتش؟ ولا انت بتتلككي وخلاص؟ انت عارفه كويس قوي ان انا عمري ما قصرت في حقك. غيرش بس انك انت دماغك ناشفه وعناديه، وفاكره نفسك لما هتضحي بعيلتك واسمها ووضعها وتروحي تجري على شويه عيال تافهه مليانين حقد طبقي، قال ايه هتحققي ذاتك؟ مش ممكن، بجد مش ممكن. فجأة قلبت روتانا زمان. يا دكتور الكلام ده بطل خلاص، بطل من أيام الأفلام الأبيض والأسود خلاص. الأحقاد دلوقتي ما بقتش طبقية، بقت أحقاد شعب بحاله على الحرامية اللي سيادتك بتطبل لهم. والله؟ طب إيه رأيك بقى إن اللي في الأفلام الأبيض والأسود ده ما بيبطلش؟ وعموما يعني الواد اللي عامل لك فيها مناضل ده وعمال يهتف بشعارات، بكره هيحصل اللي قبله، اللي سبقوه، اللي كان